نبدي. يا الله شوف، يقول لك البودي فلود، البودي فلود السوائل الموجوده بالجسم. اكو عندك انترا سيلولر وعندك شنو اكسترا سيلولر. انت لو تجي المصطلح انترا سيلولر يعني داخل الخليه، داخل الخليه يعني شنو؟ يعني السوائل الموجوده داخل الخليه. ايش قد نسبه السوائل الموجوده داخل الخليه؟ تحفظ هذا الرقم 60%، هاي كنسبه من النسبه الكليه موجوده داخل الخليه، يعني داخل السيتوبلازم وداخل العضيات. تعرفون الخليه بها سيتوبلازم وش بها بعد؟ وبها عضيات، صح لو خطا؟ فهاي السوائل الموجوده داخل السيتوبلازم والموجوده داخل العضيات. زين هسه عرفنا انترا سيلولر، هسه وين نروح؟ نروح للاكسترا سيلولر. الاكسترا سيلولر هذا مقسم قسمين، خارج الخلايا، من اسمه اكسترا سيلولر يعني شنو؟ يعني خارج الخلايا. باعوا خارج الخلايا يعني شنو؟ تعرفون ورا مثل خارج الخليه ايش اكو؟ اكو اوعيه دمويه، صح لو خطا؟ شو تقولون؟ اوعيه دمويه، اوعيه لمفاويه، صح لو خطا؟ اوعيه انترا فاسكولر، خارج الخليه جاي احكي، مو اكو اوعيه؟ ها جاي تجاوبون لو لا؟ مو صحيح؟ جيد، اي عافيه جاوبوا. فخارج الخلايا السائل، خارج الخليه السائل منقسم قسمين، مره موجود داخل الاوعيه سواء اوعيه دمويه لمفاويه. زين هذا ايش قد نسبته يشكل؟ هذا يشكل 10%. انت عندك 100%، 60% داخل الخليه و10% خارج الخليه، بس وين بالضبط؟ بالانترافاسكولار، داخل الاوعيه الدمويه بعد، او الاوعيه الليمفاويه، وبعد انترستيشيال. هاي ايش قد؟ 30%، 30% هي انترستيشيال. شنو انترستيشيال؟ يعني هو السائل الموجود ما بين الخلايا، مو هاي خليه بصفه خليه، ما جاي احكي داخل الخليه، انتبه لي، هاي اكو خليه بصفه خليه، السائل الموجود بيناتهم يسمونه انترستيشيال. فاطمه رسمي لي خليتين، دائرتين مال الخلايا. ها السائل الموجود بيناتهم يسمونه انتر استيشيال، هذا ايش قد نسبته؟ نسبته 30%. شوفوا لو تجمعون صار 100%، واضح؟ يلا استعد لي بعد. هاي يريد يقول لك الكيميكال كومبوزيشن اوف اكسترا سيلولر اند انترا سيلولر فلويد، هذا السائل الموجود خارج الخلايا او السائل الموجود داخل الخلايا، بي يعني بي مواد كيميائيه موجوده بي لو لا؟ اكيد بي. مثلا باو شوف شو يقول لك، هاي جدا مهمه وهاي تحفظونها لي هسه. شوف شو يقول لك، الصوديوم تركيزه خارج الخليه ايش قد؟ 142 وهاي الوحده مالته. زين وتركيزه داخل الخليه ايش قد؟ 10. اذا هسه انا اقول لك الصوديوم تركيزه يكون خارج الخليه لو داخل الخليه اكثر؟ ها جاوبوا، ها خلي واحد يفتح المايك. اي يا ابطال جاوبوا الشات، اي واحد يفتح المايك. جيد، هاي كلش مهمه، رجاء احفظوها هسه حتى بعدين ما نرجع تنسونها، لا ما تفهمون، لازم تعرفون الصوديوم موجود وين؟ خارج الخليه اكثر، خارج الخليه اكثر. شوف ايش قد برقم 142، اما داخل الخليه يكون تراكيزه قليله. وهسه بعدين نوضح لكم بالتفصيل ليش الصوديوم المفروض داخل الخليه ما يصير هواي، هسه نوضح لكم بالتفصيل. بعد عندك البوتاسيوم داخل الخليه ايش قد؟ 4، اما خارج الخليه ايش قد؟ 140. العفو البوتاسيوم خارج الخليه يكون 4 وداخل الخليه يكون 140. اذا البوتاسيوم الكي، البوتاسيوم الكي وين اكثر موجود؟ خارج الخليه لو داخل الخليه؟ ابطال، جيد جيد، يوم زينين اليوم، عافيه كلكم تفاعل. بعد لازم دكتوره فاطمه لازم تحفظون وين، يعني مو الارض ارقام، مو يعني اهم شيء تفتهم الصوديوم وين تركز اكثر شيء، خارج الخليه لو داخل الخليه. تعال بعد الكلور، الكلور وين موجود اكثر شيء؟ شوف موجود اكثر شيء، شوف 103 خارج الخليه موجود قد 103، اما داخل الخليه قد موجود بنسبه 4.
إذن الكلور موجود خارج الخلية بشكل أكبر. وعندك الكالسيوم، الكالسيوم ما يصير عبره. الكالسيوم وين موجود أكثر؟ حسب بس أنتم جاوبوني، الكالسيوم وين موجود أكثر؟ خارج الخلية لو داخل الخلية؟ أبطال، موجود خارج الخلية أكثر. هاي كلش مهمة. يلا السادي اللي بعده بس زني، لانه راح نحتاج هسه، راح نحتاج المحاضره خاصه في الليكتشر الثاني اخوان، الليكتشر الثاني كلش مهم. يلا سلمي عافيه، ظلوا على التفاعل. شوف يقول لك ليبيد باي لاير اوف ذا سيل ميمبرين. فاطمه شوفي لنا صوره على الليبيد باي لاير. خاف واحد شو اسمه ما حاضر شو اسمه السيشن الاول، خلي اعطيه على السريع بس شوفي لنا صوره السيشن الاول. شو اللي بالباي لاير؟ لا 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 لا، هو هنا اكو صوره لقدام بس قلب السلايدات. دكتور هاي تمام لو صوره؟ تمام تمام. شوفون اللي بالباي لاير باعوا، جاي تشوفون، جاي تشوفون هاي اللي باللون الاخضر الطبقتين اللي دائره واكو بيها ذيول. جاي يشوفون لو لا باعوا الليبيد باي لاير. من اسمه الليبيد باي لاير يعني طبقتين من الدهون، طبقتين من الدهون باعوا للجزيئه الواحده، رسميه جزيئه واحده، جزيئه واحده يعني الراس مالته والذيول مالته هنا رسميه. خلي اوضح مالته فاطمه اسمي اياها. ها اسمها فاطمه؟ رمت. اها باعي الحديدين هاي المنطقه الراس، هذا يكون شنو على سبيل المثال هذا فوسفوليبيد، هذا فوق الراس مالته يكون محب للماء. اما تتذكرون اخذناه بالسادس، اما هذا الذيول شنو يكون؟ يكون كاره للماء، كاره للماء يعني من معناه كاره للماء يعبر فتشي، يحب الماء خلاله لو ما يعبر شو تقولون؟ ها جيد ما يعبر بس هي هاي الفكره مالته. انتبهوا شوف هاي الذيول، هاي الذيول اللي صايب باللون الرصاصي مو الاخضر، هاي هنا ما تعبر ماي من خلالها الا تراكيز قليله، هسه بعدين نوضحها، تراكيز جدا قليله مرات تعبر بس هي تكون كارهه للماء. شو تعبر؟ تعبر الاشياء الدهنيه من خلالها، يعني الشيء الدهني من خلالها ما يعني ما واجه مشكله. تذكرون العام، العام خذنا بالميتابوليزم بعض الهرمونات مثل الكوليسترول، الكوليسترول مو هرمون دهني صح لو خطا؟ يا يذكر شوي يسوي ربط، ذكرون كوليسترول دهني لو لا؟ ها جيد. كان يقدر يعبر من خلال الغشاء البلازمي لو لا؟ تذكرون لو لا كان يقدر يعبر من خلال الغشاء البلازمي؟ جيد. اما كان عندك اللي شو اسمه الجلوكاجون، هذا هرمون الجلوكاجون، هذا هرمون بروتيني مو دهني، كان يقدر يعبر الغشاء البلازمي؟ الانسولين هذا هرمون بروتيني مو دهني، كان ما يقدر يعبر عافيه. لذلك الريسبتر مالته موجود على الغشاء البلازمي لان هو ما يقدر يعبر هاي المنطقه الدهنيه ويوصل الى داخل الخليه. وضحت ان شاء الله؟ هاي يعني للي خاف ما حاضر سيشن اول يعني ما ترى هاي الافكار الربط. يلا رجعونا خلينا نكمل. يلا ابطال شوي ظلوا ظلوا مركزين حتى تصير لكم سهل. يقول لك the lipid bilayer is not miscible with the either the extracellular fluid or the intracellular fluid. باعوا هو يقول لك مو احنا مو قلنا اكو سائل يصير خارج الخلايا واكو سائل يصير داخل الخلايا؟ مو قلنا هيك صح لو خطا؟ بس جاوبني صح لو خطا؟ ها جيد. يقول لك هل هذا الغشاء البلازمي هذا الغشاء البلازمي الطبقتين يمتزج وياهن لو ما يمتزج؟ شو تقولون؟ الجواب ما يمتزج وياهن، ما له علاقه بالسوائل اللي تكون خارج خلايا وداخلها، ما يمتزج وياهن، هو تركيب شلون الفاصل شلون الحاجز بيناتهم، واضح لو لا؟ فاين النقطه الاولى. يقول لك it constitute a barrier
against movement of water molecule and water soluble substance. يقول لك هذا الغشاء، هاي المعلومه ذكرتها، يقول لك هذا الغشاء، هذا الغشاء اللي يكون طبقتين من الدهون يكون ضد حركه جزيئات الماء، يعني الماء المي ما يقدر يعبر من خلاله، هاي نقطه. and water soluble substance، اكو جزيئات، يعني مو المي نفسه، لا، اكو جزيئات بطبيعتها تذوب بالدهون. يعني شو ما يقول تذوب بالدهون؟ يعني اكو جزيئات بطبيعتها تحب الماء، يعني تذوب بالماء. يعني شنو معناه؟ هاي جزيئات نسميها المحب للماء، تقدر تعبر من خلال هذا الغشاء لو لا، شو تقولون؟ ها جيد ابطال، عافيه عافيه. زين النقطه الثالثه يقول if you substance can penetrate the lipid bilayer diffusion directly. ها باو، شوف يقول لك اما شو اسمه، اما اكو اذا عندك مواد دهنيه lipid substance فهي راح تعبر directly، تعبر مباشره من خلال شنو؟ من خلال هذا الحاجز. السؤال اللي بعده، محاضره سهله جدا ان شاء الله ما اطول بها. زين يقول لك لعد اذا، يعني شلون، بس انتبه لي، يقول لك اذا شو، بس الدهون تعبر، يعني بس الليبل سبستانس، بس ماده دهنيه تقدر تعبر من خلال الغشاء البلازمي. زين شلون نحل هاي المشكله؟ يعني اكو مواد تذوب بالماي ولازم نوصلها للخليه، مثل ايونات، عندك ايونات مهمه تذوب بالماء ولازم توصل للخليه، هاي شلون، يعني شلون اوصلها للخليه؟ شلون نحل هاي المشكله؟ هاو تو ريزولف ذا بروبلم. يقول لك احنا اخذنا بالمحاضره السابقه، شوفوا بالنسبه لي ما حاضر السيشن الاول، اخذنا بالمحاضره السابقه انه الغشاء البلازمي مو كله دهون. انتبه، لا تتخيل انه الغشاء البلازمي عباره عن كله دهون، اكو بروتينات تخترق هذا الغشاء، يعني موجوده على الغشاء، اكو بروتينات تخترق هذا الغشاء. زين فيقول لك اكو بنتريتنج بروتين، اكو بروتينات تخترق اوف ذا ميمبرين، تخترق لك هذا الغشاء، ها، وهاي البروتينات شنو وظيفتها؟ تعتبر كنا يعني كوسيله نقل، شنو وسيله نقل؟ كوسيله نقل تعبر لك الايونات او الجزيئات اللي ما تقدر تذوب بالدهون من خلال الغشاء البلازمي. يعني اي جزيئه مثلا محبه للماء تريد تعبر مباشره من خلال الغشاء البلازمي ما تقدر، يصيح لها البروتين القناه اللي يكون اساسا انواعه، يصيح لها يقول لها تعالي تفضل من خلالي، انا مخترق لك الغشاء ومسوي لك فد جسر تعبر من خلالي وتوصل الى داخل الخليه، واضح لو لا؟ ها اي واضحه شديده. البقيه دكاتره اكتبوا لي واضح تعرف جيد ابطال، ابقوا مركزين. شوف هنا يقول لك هنا مقسمه قسمين، اللي يسمونه ترانسبورتر بروتين، البروتينات الناقله موجوده على الغشاء البلازمي، تنقل لك الجزيئات المحبه للماء، الجزيئات المحبه للماء اللي ما تقدر تعبر من خلال الغشاء البلازمي، فهي تنقلها تكون مثل وسيله النقل لها، اللي هي هاي شو اسمه البروتينات تكون بشكلين، شانل بروتين، قناه بروتينيه، بروتين يشكل لك مثل قناه، واكو شنو؟ كارير بروتين، حامل بروتيني، بس اثنيناتهم نفس الوظيفه، اثنيناتهم نفس الوظيفه، وان شاء الله نبعوهم بالصور بالسلايدات الجايه. شوف نكمل السلايد اللي بعده، باو هنا يقول لك باو عندنا احنا طريقتين للنقل، هاي يعني اتوقع كنا نعرفها، يسمونها البازف ترانسبورت والاكتيف ترانسبورت. يعني شنو اقصد بالبازف ترانسبورت؟ يعني البازف ترانسبورت هو المصطلح اللي انقل من خلال المواد دون الحاجه الى طاقه. اكتب، يعني هاي هنا ما احتاج الى طاقه حتى اعبر المواد من خارج الخليه الى داخل الخليه وبالعكس. زين اما الاكتيف ترانسبورت هاي العمليه اللي اقدر اعبر المواد من داخل الخليه الى خارج الخليه او بالعكس من خارج الخليه الى داخل الخليه، بس شنو هناش احتاج الى طاقه، هذا اللي كنا نسميه شنو؟ النقل الفعال. تذكرون النقل الفعال؟ خدناه بالسادس، ها ان شاء الله واضح. يلا السؤال اللي بعد، واضح؟ ها واضح اي ابطال جيد.
السؤال اللي بعد. البازيف ترانسبورت، البازيف ترانسبورت احنا هسه راح ناخذ طريقه النقل الاولى. يقول لك هي موفمنت اوف سوليوت مولكيول، يعني هي حركه الجزيئات فروم، باو انتبه لي، هاي كونسنتريشن تو شنو، تو لوكيشن، هي عمليه انتقال الجزيئات المذابه، هي عملية انتقال الجزيئات منين؟ من مناطق ذات التركيز العالي إلى مناطق شنو؟ ذات التركيز الواطئ. هي عملية انتشار الجزيئات، انتقال الجزيئات من مناطق ذات التركيز العالي إلى مناطق ذات التركيز الواطئ. سهلة لو صعب هاي؟ هاي هنا بها نوعين، بها نوعين، simple diffusion، simple diffusion وفاسيليتد ديفيوجن، سمبل ديفيوجن وفاسيليتد ديفيوجن. سمبل ديفيوجن معناه الانتشار البسيط، والفاسيليتد ديفيوجن هو هم انتشار لكن بواسطه يحتاج الى شيء حتى هسه نوضحها. هسه ناخذ السمبل ديفيوجن وان شاء الله ناخذ الفاسيليتد ديفيوجن. خلينا ناخذ السمبل ديفيوجن. ها شوفوا السمبل ديفيوجن، شوف شو يقول لك. يقول لك سبستانس باز directly through the cell membrane. The cell membrane has limited permeability to small polar molecule, water and ion. باعوا شوف انتبهوا انتبهوا. يعني تخيلوا اكو مثلا الصوديوم، احنا مو قلنا موجود خارج الخلية بتراكيز كبيرة وداخل الخلية بتراكيز قليلة، صح لو خطأ؟ صح صح لو خطأ؟ ها عملية، عملية انتشاره من ال... من التراكيز العاليه الى التراكيز الواطئه، ها من التراكيز العاليه الى التراكيز الواطئه، هاي يسمونه شنو؟ يسمونه باسيف ترانسبورت. يعني شنو؟ احتاج طاقه؟ ما احتاج طاقه، بس لو هو منتقل بالعكس. يعني شلون منتقل بالعكس؟ لو منتقل من التراكيز الواطئه الى التراكيز العاليه، هنا شو يحتاج؟ يحتاج طاقه اي تي بي. وش نسميها هاي العمليه؟ نسميها ال تسمي شنو؟ الاكتيف ترانسبورت. جيد، الاكتيف ترانسبورت ابطال. برايمري اكتيف ترانسبورت احنا. ها شوفوا اكو مواد هنيه، مواد هنيه تراكيزها خارج الخليه عاليه وتراكيزها شنو؟ داخل الخليه قليله. فهنا راح تعبر، تعبر من خارج الخليه الى داخل الخليه بيا عمليه، شو تقولون؟ بيا عمليه، بعمليه شنو؟ جاوبوني. ها بعملية جاي كتبون جيد الانتشار. شوف شو يقول لك هنا، بس كاتب لك هاي شوية النقطة الثانية، قايل لك شنو؟ قايل لك the cell membrane has limited permeability to small polar molecule water and ion. يقول لك انه هذا الغشاء البلازمي يعبر، هو يعبر جزيئات محبة للماء بس بشنو؟ بتراكيز جدا شنو؟ قليلة، يعني أعداد قليلة كلش، مو بو يعني مو هواي، مو هواي يعبر لك، يعني يقول لك هازمت محدودة كلش. زين، فأنا هاي ما تفيدني، أنا مرات أحتاج شنو؟ تراكيز هواي. فش أسوي؟ فأحتاج إلى الطريقة الثانية، يعني أنا حتى أعبر جزيئات محبة للماء من خلال الغشاء البلازمي لازم أحتاج طريقة ثانية. شنو هي الطريقة الثانية؟ ننتقل على الساعات الجاي. اللي بعده، اللي بعده مال الفاسليتد. ها بطريقه الفاسليتد ديفيوجن، هاي الفاسليتد ديفيوجن هاي شنو؟ هي هم انتشار. طاو مصطلح ديفيوجن، انتبه مصطلح ديفيوجن يعني شنو؟ يعني ايش اكتب عليه؟ هو الانتقال من مناطق، شرط هذا انتقال من مناطق ذات التركيز عالي الى مناطق ذات تركيز واطي حتى نسميه ديفيوجن. هاي اكتب عليه. زين فاسليتد شنو معناه؟ يعني معناه يعني ينتقل بواسطه شيء ما يقدر يعبر هو مباشره مثل الدهون، لا لازم اكو شيء، اكو شنو؟ اكو فد شيء يخليه يعبر. مثل انا قلت لك، مو قلت لك الجزيئات المحبه للماء حتى تقدر تعبر من خارج الخليه الى داخل الخليه على سبيل المثال. ها ايش تحتاج حتى ايش اسمه تعبرها؟ ايش تحتاج؟ ها جاوبوني يلا. ممتاز، كاريا بروتين وشنو؟
والشانل بروتين هو. بس انتبه هاي ايش قال لك فاسليت ديفيوجن، يعني ديفيوجن يعني تمشي على قاعدة الديفيوجن، يعني من مناطق ذات تركيز عالي الى مناطق ذات تركيز واطي. ولكن هاي مشكلة المواد، مشكلة المواد ما تقدر تعبر من خلال، فاحنا سوينا الفاسيليتد، سوينا لها طريق، ايش خلينا لها؟ خلينا لها بروتينات موجوده على الغشاء، بروتينات موجوده على الغشاء وسيله نقل تعبر لك هذه المواد بطريقه الانتشار، بطريقه الانتشار. الساد اللي قبله لان عبرته. قال لك the rate, the rate, the rate molecule per second of simple diffusion depend on the degree of concentration gradient. هاي شنو معناه؟ معدل طبعا المولكيول بير ثانية لكل ثانية، يعني شنو؟ يعني يقول لك كم جزيئة، هاي معناها كم جزيئة تنتقل المولكيول بير ثانية، كم جزيئة تنتقل من التراكيز العالية. أنا جاي أحكي diffusion انتشار، فدائما من تراكيز عالية إلى تراكيز واطئة. كم جزيئة تنتقل التراكيز العالية إلى التراكيز الواطئة خلال الثانية الواحدة؟ ها هاي المعنى المعدل. قيس المعدل يابا، كم جزيئة تنتقل من شنو؟ من مناطق ذات تركيز عالي، مناطق ذات تركيز العالي إلى مناطق ذات تركيز الواطئة خلال شنو؟ خلال الثانية الواحدة. فهاي معنى مولكيول بير سكند. هاي وضحت؟ وضحت؟ أكمل؟ ها وضحت هاي المولكيول بير سكند المعدل، حتى تعرفون شنو تقرونه؟ ها جيد. يقول لك عليه من تعتمد، يعني هاي حتى شلون اقيس انا عدد الجزيئات اللي تنتقل من مناطق، يعني قد احسبها مثلا بعض. يقول لك تعتمد على the degree of concentration gradient، تعتمد على درجة انحدار درجة انحدار تراكيز. فاطمة رسمي لي غشاء الخلية، بس رسمي لي غشاء الخلية ببساطة، يعني هيك فت حتى خطين حتى هاوف، بس خلي اوضح هاي الفكرة. ها فاطمة رسمتي؟ جيد. رسمي لي فوق ايونات من الصوديوم خمسة، خمسة يعني ان اي ان اي ان اي خمسة مثلا، ان اي ان اي خمسة. ايش بس اكزو ياي حتى اوضحك معي. ها وجوة، جوة رسمين بس وحدة، جوة داخل الخلية، داخل الخلية بس وحدة، بس صوديوم واحد. شوفوا خلوا أوضحكم، يعني كل ما كان الفرق بينات كبير، كل ما كان يعني شنو الفرق بين، يعني الفرق بين تركيز هذه الماده خارج الخليه عن تركيزها داخل الخليه يعني كان كبير كلش، كبير كلش. كل ما دخلت جزيئات اكثر خلال الثانيه الواحده. مثلا هسه شوف، هسه انا خمس جزيئات وجوه جزيئه واحده، الفرق مو كلش كبير. ايش قد تدخل خلال الثانيه الواحده؟ قول خلينا نفترض تدخل اثنين فقط، اثنين خلال الثانيه الواحده. لكن لو كان خارج الخليه لا مو خمسة، خلينا نفترض 15، يعني فرق التراكيز كل كان كبير، فرق التراكيز 15 وهنا جوا واحد، فهنا قد تدخل جزيئات بعملية خلال الثانية واحدة، هنا أكيد راح تكون أكثر. فايش قد مثلا بدل ما اثنين يدخل ايش قد 10 خلال الثانية واحدة. وضحت هاي الفكرة ولا لا؟ ها هاي يقول لك تعتمد على درجة انحدار التراكيز. أبطال باو. لكن هسه هذا الانتشار هم يتوقف لو لا، يتباطئ لو لا؟ اول شيء يتباطئ بعدين يتوقف، الانتشار هذا يتباطئ بعدين يتوقف. شلون يتباطئ من باعه؟ يتباطئ يعني لما التراكيز دخلت من خارج الخليه الى داخل الخليه، التراكيز خارج الخليه من 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 الصوديوم جاي يدخل داخل الخليه، التراكيز اللي خارج الخليه راح يقلن، والش اسمه واللي داخل الخليه راح يصعد، لان هذا جاي يعبر له من فوق لجوا. فاللحظه اللي يتساون بيها مثلا ايش قد صارن؟ مثلا صارن قولوا عندك 20 فوق وجوا، افترض ولا واحده
يظل ببداية ينتقل من مناطق ذات تركيز عالي إلى مناطق ذات تركيز واطئ. لما يوصل إلى داخل خلية 10 وخارج خلية 10، تتوقعون في هاي اللحظة أكو انتشار بعد؟ ها يعني شلون؟ ها ليش؟ لأن الانتشار شي يقول لك انتبه لي، الانتشار من مناطق ذات تركيز عالي إلى مناطق ذات تركيز واطئ. أنت وصلت المرحلة اثنينات متساوية، أقول لك عذرني انتشار لازم تتوقف بعد ماكو خلص. هذا يسمونه آت إكوي ليبريام، في نقطة التوازن، في نقطة التساوي. زين واضحة؟ يلا السادات اللي بعد. جيد جيد أبطال. السادة اللي بعده. اللي بعده هذا اخذناه وضعتكم لحد الان واضح كل شيء. انتبهوا هاي المحاضره سهله ان شاء الله، المحاضره الليكشر الثاني شويه بيها تفصيل اكثر، حاول اخلصها بسرعه الليكشر هيك للمراجعه لكم. جيد السادي اللي بعده يعني ما دام لحد الان ما حد سال يعني كل شيء واضح. زين الكاري بروتين، الكاري بروتين يقول لك ها هاي شنو كاري بروتين؟ هي عبارة عن وسيلة نقل بروتينات موجودة بالغشاء البلازمي، تعبر لك الجزيئات اللي تحب لك الدهون، الجزيئات اللي تحب لك الماء تعبر لك إياها، تقول يا بتفضلي عبري، لأن أنت ما تقدرين تسبحين بالدهون، ما تقدرين تنتقلين من خلال الدهون، فأنا أعتبر وسيلة نقل إلك. عرفناها. يقول لك هذا كاري بروتين بايند تو ذا موليكيول، يرتبط بالجزيئة، يعني يا جزيئة تريد تدخل تعال يا بخليها ترتبط بيك، وش يسوي؟ ويعبرها من خلال الغشاء البلازمي، يصيح لها يصيح لها قال تعاي، يتشلب بيها وقال تعاي تفضلي دخلي هيك يعني في مالتي. زين شو يقول لك؟ از سبيسيفيك، انه مخصص. يعني شنو مخصص؟ سبيسيفيك يعني اي شو اسمه اي المخصص، يعني مخصص لايونات محدده. يعني هذا الكاري بروتين على سبيل المثال، هذا الكاري بروتين فلاني مخصص لعبور ودخول ايونات الصوديوم، اكو كاري بروتين اخر مخصص لدخول وعبور ايونات الكالسيوم، اكو كاري الى اخره من الكاري بروتين. يعني يقول لك فد شيء مخصص، يعني مو اي، يعني هذا مو كاري بروتين يعبر لك اي ايون، لا لا لا، يعبر لك شنو؟ ايونات محدده. هذا الكاري بروتين يعبر لك فقط صوديوم هيك. زين از ثاني از بازف، قلت لكم يعني هسه احنا جايين نحكي، لا هسه احنا كل محاضرتنا جايين نحكي بالنقل الديفيوجن، اللي هو شنو؟ من تركيز عالي الى تركيز واطئ، من تركيز عالي الى تركيز الواطئ، وهذا ما يحتاج طاقه. فيقول لك نقل مجاني، هذا ينقل بشكل مجاني ما يحتاج طاقه. ليش؟ لان انت جاي تنقل من تركيز عالي الى تركيز الواطئ. واضح؟ يشبع عندما when all carrier are echoed، عندما كل الكاريرات ترتبط ويا الجزيئة اللي تريد تدخلها، هنا راح يصير عندك saturated يشبع ببساطة، يعني مو فجي. السادة اللي بعد. هنا جاي يشوفون شلون يرتبط بالرسم، باو يا رسم شلون جاي يرتبط بالجزيئة، شلون جاي يرتبط بالجزيئة، وبعدين شو يسوي؟ يفر روحه، يسوي تغير بشكل، هو كان لفوق يسوي تغير بشكل. شلون انتم تذكرون هذا رقم 7 يصير بعدين 8 تذكرون لو لا؟ ها ها ذكرتوا جيد هاي الفكرة مالته. وباعوا شوف انا اسالك ليش النقل مجاني؟ ليش النقل باسف؟ ليش؟ جاوبني يلا. ها كتبوا يلا، خلي واحد يفتح هم يحكي بالمايك. ليش النقل مجاني؟ مبين بالرسم، لان الانتقال منين جاي يصير؟ المناطق ذات التركيز العالي الى مناطق ذات التركيز الواطئ. جيد جيد اشيلك عبد الله. ابطال ابطال زين اسال اللي بعده. السؤال اللي بعد هذا، السؤال اللي بعد كله نفس الفكرة، نفس الفكرة كله.
هسه نجي الى البروتين. يعني شفنا الكاري بروتين، هسه نجي للشانل بروتين. يقول لك الشانل بروتين هذا ابولر انتيرير، ها تمتلك سطح قطبي، يعني تمتلك يعني من سطح مال هاي القناه البروتينيه يكون قطبي. زين انا اذا اسال سؤال يعني شنو قطبي، يعني من يقول لك شيء قطبي يعني محب للماء، اكتب على القطبي يعني محب للماء. يلا ليش السطح مال هذا الشانل بروتين يكون قطبي؟ مين يجاوبني؟ ها اذا كان نون بولر فانا راح اسوي يعني شيء، شلون راح تعبر يعني جزيئات؟ هي اصلا جزيئاتنا جيد 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 عاشي دكتوره جيد، لان ما مثل ما قالت ما راح نسوي شيء اذا خلينا هذا ماده غير قطبي. احنا عندنا جزيئات قطبيه محبه للماء خارج الخليه، هي خطيه تدخل الى داخل الخليه على سبيل المثال، او بالعكس مو مشكله يعني حتى توصل بالعكس من داخل الخليه الى خارج الخليه، نفس الفكره. فهي جزيئات قطبيه. زين هذا البروتين اذا السطح مالته مو قطبي هذا نفس الشيء، هم ما سوين شيء، حاله حال غشاب لازم هم يقدر يعني هاي جزيئه تقدر تدخل هم تقدر تدخل. فلذلك يقول لك هاف ابولر انتيرير، تمتلك سطح قطبي من الامام اللونج يسمح الجزيئات القطبيه لكي تعبر من خلاله والوصول الى مثلا داخل الخليه. واضح؟ شفتوا هاي مهمه شويه. زين الشانل بروتين انكلود يضمن اكو قنوات بروتينيه بيها ابواب واكو قنوات ما بيها ابواب، اكو قنوات بيها ابواب اكو قنوات ما بيها ابواب. قل لك اكو ايون شانل، ايون شانل هاي بيها ابواب ما بيها ابواب، واكو شنو جيتد شانل، جيتد شانل. طبعا جيتد مصطلح جيتد يعني شنو؟ يعني معناها باب. مصطلح جيتد معناها شنو؟ باب. زين خلينا نرجع لايون شانل جاي لك عنها. قل لك تسمح بعبور الايونات المشحونه او الجزيئات، يعني عبر لك الايونات which are associated with شنو with water اللي عندها علاقه ويا المي. يعني شلون؟ يعني هاي القناه البروتينيه اللي يسمونها ايون شانل اكو ايونات صايره خارج الخليه. طبعا هاي الايونات اجت حاجت هاي الايون شانل هاي القناه، قالت يابا انا ادخل داخل الخليه. قالت له لحظه عندك ارتباط ويا المي لو لا؟ عندك associated ويا الماء؟ قال اي انا عندي هذا الايون. جاوبه قال لي عندي ارتباط ويا الماء، عندي علاقه ويا الماء. قلت له عاد تفضل اعبر. فهاي معنى فكره الايون شانل. زين الجيتد شانل قلت لا انا افتح القناه، افتح هذا الباب اوبن، افتح هذا الباب او اسده، ايش احتاج؟ احتاج فد محفز، احتاج فد محفز. انا يجيني محفز، يجيني محفز، هذا المحفز سواء كان كيميائي او شنو او كهربائي. يعني يكون يجيني للباب مالتي يجيني فد محفز كيميائي، فد واصله. شلون مثل واصله هذا المحفز؟ يحاكي لك هاي القناه اللي بيها باب، قال يابا افتحي بابك لهاي الايونات حتى تدخل من خلالك. فلازم تحتاج محفز. هاي الفرق بين ايش تقول لقيت شنو؟ واضح؟ ها لحد هنا واضح؟ يلا السؤال اللي بعده. جيد الايون شنل سنه بعد يقول لك هم يسمح لك بعبور شو اسمه الايونات، عاد لك اياها نفس العاده. طبعا يقول لك concentration gradient of ion crosses the membrane create a membrane potential due to charge difference. باو يقول لك انه التراكيز، انحدار التراكيز مال الايونات عبر الغشاء. يعني شنو اقصد بانحدار التراكيز مال الايونات عبر الغشاء؟ مثلا اكو ايونات الصوديوم مثلا بالخارج قلنا عليه موجب اكثر يعني بالخارج اكثر تراكيزه، وبالداخل قلنا عنه قليل، فصار اكو انحدار بالايونات بالتراكيز دولا. صار له لا شو تقولون؟ هذا الانحدار ايش يخلق لك؟ يخلق لك فرق جهد كهربائي. هاي الاختلافات
بين التراكيز الموجوده خارج الخليه وداخل الخليه. ايش يخلق لك؟ يخلق لك ميمبرين بوتنشل، ميمبرين بوتنشل. ليش يخلق لك هذا فرق الجهد الكهربائي؟ السبب ليش ديو شنو؟ ليش السبب؟ ليش تو تشارج ديفرنس؟ لاختلاف الشحنات، لاختلاف الشحنات. واضح؟ هل حدنا واضح؟ شوفوا خلي اذكركم بالميمبرين بوتنشل، هذا فرق الجهد. فرق الجهد يعني اخذنا احنا تذكرونها؟ ها تذكرونها؟ تذكرونها ولا لا؟ اي هاي الاوكسيديتيف فوسفوليشن كان الاتش الموجب يعبر من داخل الخليه الى خارج الخليه، يعبر من داخل الخليه، انا ما راح اوضحها بالتفصيل بس هي اذكر لكم، يعبر من داخل الخليه الى خارج، يعني مو خارج الخليه لا، اكو غشاء، اكو فاصل ما بين الغشائين، هذا اتش يعبر من داخل الخليه الى هذا الفاصل اللي يكون خارج الخليه. فيقول لك من عبر الاتش خارج الخليه، خلينا نقول خارج الخليه، المفروض ما يصير نقول خارج الخليه، من عبر الاتش خارج الخليه صار التراكيز ايونات الموجبه خارج الخليه اكثر من اكثر من الداخل. فشي يولد لك؟ يولد لك شنو؟ ميمبرين بوتنشل. يولد لك شنو؟ فرق جهد. هذا الفرق جهد شلون القوه الدافعه الكهربائيه يدفع هذه الايونات، يدفع هذه الاتش الموجب ويرجعها تدخل من جديد. زين هاي هيك بس اللي طبعا هاي اللي الرابط والعام يفهمها او هي ما تحتاجونها. السؤال اللي بعد ما ادري اللي فهمها بعد ما ادري ما اقدر ادخل بالتفاصيل مالتها. اه ياب السؤال اللي بعد ها الجيتد شانل، القنوات اللي بيها ابواب، القنوات اللي الجيتد شانل، القنوات اللي بيها ابواب، مو الايون شانل، جاي احكي عن الجيتد شانل. قال لك قال لك شنو؟ قال لك بيها انواع. النوع الاول ليجنت جيتد ايون شانل، هذا العفو شنو هذا شنو سالفته؟ قال لك هذا الليجنت جيتد ايون شانل، الليجنت هو عبارة عن مادة كيميائية، اكتب عنه مادة كيميائية، الليجنت هو عبارة عن مادة كيميائية. شوف شو يقول لك هنا، الاوبن اور جلوز، يعني هذا النوع يفتح الباب او يسده ان ريسبونس تو ليجنت بايندينج تو ا ريسبتر سايت، يعني شنو باعه؟ يقول لك بهاي القناة، بهاي القناة يعني بهاي القناة اللي بيها باب اكو مكان، اكو مكان فتحه صغيره يسمونه ريسبتر، هذا يسمونه ريسبتر. هذا الريسبتر إمن يقول لك اكو ايونات صايره خارج الخليه تريد تدخل الى داخل الخليه بس ما تقدر تدخل، الباب ما ينفتح. يا بلعد شو اسوي حتى تفتح الباب انت يا قناه؟ قال له روح تجيب لي ليجند، جيب لي محفز ليجند، ما فد ماده كيميائيه من الجسم، ما له علاقه، ترسل لي ماده كيميائيه من الجسم تجي ترتبط بهذا الريسبتر، ساعتها انا افتح لك الباب. فخلنا نفترض اجى هذا الليجنت، هاي الماده الكيميائيه بعد ما سمع بالسالفه قال يريد يحل المشكله، اجى ارتبط بهذا الريسبتر، بهذا الريسبتر، وش قال ايش حاجه قناه؟ قال يلا ما دام اجيت انا بعد زحمه افتحي لي الباب. تفتح القناه الباب وانه شنو؟ تدخل هاي الايونات اللي كانت منتظره. واضح؟ واضح الليجنت جيتد ايون شانل؟ واضحه؟ ها جيد. الفولتج جيتد ايون شانل، فولتج جيتد ايون شانل، قال لك اوبن اند كلوز ريسبونس تو ذا بوتنشال ديفرنس اكروز. ها هاي ايش تحتاج حتى تنفتح؟ ايش تحتاج حتى تنفتح؟ تحتاج يكون اكو اختلاف بالتراكيز حتى تفتح بابها. هاي سهله مو سهله؟ هاي فولتج جيتد، من اسمه فولتج، يعني من اسمه فولتج يعني تحتاج الى بوتنشال ديفرنس اكروز ذا ميمبرين. هاي سهله مو؟ اخر شيء الجاب جنكشن، بس خلوا ادز فاطمه الصوره حتى تعرضها لكم، لان هي على الصوره ما تفهم هيك على الصوره. ثواني
فاطمة دزيتها لك الصورة حتى شنو حتى كلش سهلة من هسه على الصورة راح يصير كلش سهل هذا الحكي كلك يصير كلش سهل بس على الصورة حتنعبر ما بقش إن شاء الله هيك دقائق ونخلص ال... هاي الليكتشر بقي هيك كم سلايد ها فاطمة وصلت لك جيد بري دكتور حاول تسويها شلون فريها حتى قربيها شلون يعني حتى من بعيد هيك او انتم قربوها جيد شوف ايش عندكم الجاب جنكشن عندك اكو سيل 1 جاي شوفونا سيل 1 هاي سيل 1 واكو عندك سيل 2 وطبعا كل سيل بتعطيك الغشاء مالتها جاي شوفونا غشاء الطبقه ايش اسمه الثنائي الطبقه هذا غشاء كل وحده لها غشاء الجاب جنكشن شانل هاي شنو يقول لك يقول لك اكو خليه عتا شنو عتا سكس كونكسن سكس كونكسن يعني ست بوريات صغار ست بوريات صغار اشيل على ست بوريات صغار وحده اشيل على ست بوريات صغار يعني على فدبوري واحد بس مو كامل نص يعني فاطمه شيء جيد هذا مثلا هذا ست بوريات صغار شوف شو يقول لك ذني ست بوريات صغار يتحدن سوا شي يكون لك يكون لك فدبوري واحد كبير يسمونه فون وان كونكسيون شو كل ذني يتحدن وكون لك هذا اللي تشوفه بالرسم زين هذا المن اوه انا جاي اقرا ترى انا جاي اقرا واشرح اوف وان سيل اوف وان سيل المن للخليه الاولى هاي جاي احكي للخليه الاولى زين يقول لك هاي راح شو اسوي لك راح اسوي لك راح ترتبط مع الكون 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 كونكسن الكونكسن الخليه الثانيه هم تسوي كونكسن واثنيناتهم الكونكسن مال هذه الخليه يرتبط مع الكونكسن مال ذيك الخليه ويكونن يعني فد جسر لعبور المواد ها ويكونن جسر لعبور المواد فد نقل فد شلون جسر يعبر لك من هاي الخليه الى ذيك الخليه الجاب جنكشن شنو شوفوا هذا شنو مع الجاب السلام عليكم سلام ورحمه الله ها هذا الجاب ليش صار من اتحدت العفو من اتحدت هاي ايش اسمه الخليه مع هذه الخليه بواسطه الكونكشن ايش صار بيناتهم جاي يشوفون صار بيناتهم جاب فت فراغ في يسمونه جاب جنكشن نتيجه الارتباط ايش كون لك جاب ها طبعا شو يكون الجاب انتبهوا الجاب يكون اكسترا سيلولر شوفون يم الجاب بالجهه الثانيه كاتب لك اكسترا سيلولر هذا خارج الخليه شوف هذا الجاب صار خارج الخليه انتبه خاف يصيرك بيمسكوا مثل الجاب وين يصير يصير اكسترا سيلير اما بالسيتوبلازم يعني ما صار جاب بالسيتوبلازم جاي يشوفون الجاب صار بالاكسترا سيلير واضح حسب الرسم واضح هذا كاترة ما دام موجود الرسم حتى اعيده ابطالنا بس عاده سريعه يعني تمام رايت صار يقول لك شوف انتبهوا الخليه الاولى هاي السيل 1 عندها شنو عندها ست بوريات صغار هاي ست بوريات صغار تلفن سوا وش تسوي لك كونكشن فاطمه ايش الكونكشن هذا الاول البيزا كتبي لي 1 ايش رقم 1 يعني هذا شنو سويت الخليه الاولى ايش لي رقم 1 هذا كونكشن مال السيل 1 سويت الخليه الاولى زين الخلية الثانية راح شو تقولون تسوي كونكسن لو لا الخلية الثانية تسوي كونكسن لو لا شو تقولون ها كتبوا لي جيد لازم الخلية الثانية تسوي لك كونكسن حتى اثنيناتهم شوف الخلية الثانية هم غارت من الأولى وسوت كونكسن اتحد بعدين بعد ما كونت الخلية الأولى كونكسن والخلية الثانية كونت كونكسن موتينات كونت كونكسن اتحد الكونكسن مال الخليه الاولى مع الكونكسن مال الخليه الثانيه فصار كانه كونكسن واحد ها جاي يشوفونه
فصار كأنه كونكسيم واحد. هذا يعبر لك المواد من ذيك خلية إلى ذيك خلية حسب اختلاف التراكيز. ده تشوفون هاي بعد من صار الكونكشن، من صار هذا الترابط، من صار هذا الجونكشن بين خليه واخرى، ايش حصلت انت جاي يشوفون ايش كون لك؟ كون لك جاب، هذا فد فراغ، يعني مو فد شيء، فد فراغ تكون نتيجه انجكشن ما بين الخليتين، نتيجه الترابط ما بين الخليتين صار اكو جاب. وطبعا هذا الجاب يصير من الجهه الخارجيه للخليه بالاكساسيل. يلا دكاتره ثواني ثواني بس دقيقة. هذا كات رجعت. سموني صوت واضح. فاطمة رجعيني على السلايد. تمام دكتورة تمام. فاطمة خلي دز على الجسم على الجروب بس مو اسمي تخلص ما. هساي واضحة. خو ماكو أحد غادر. على ما راح ترجع تغادرتو بس لا غادرتو. ترى بعدنا ما في لكتشر ثانيه، ترى اللكتشر الثانيه المهمه شويه بيها صعوبه. توكل جيد. السالي اللي بعده زين الاوزموس. السالي اللي بعده غير هذا الأوزموس. تعرفون التناضح اللي أخذناه بالسادس، التناضح اللي أخذناه بالسادس هو حركة جزيئات الماء، صح لو خطأ؟ هذا يكون اكتب عنه خاص فقط بالووتر، فقط بمن؟ بالمي. الأوزموسس خاص يكون بمن؟ بالووتر. Is the movement of water from an area of high to low، يعني انتقال الماء من التراكيز العالية المن إلى تراكيز الواطع. هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى زين، هاي نقطة أولى. انتبه أكو نقطة ثانية، هاي طريقة النقل الأولى، تعال لطريقة النقل الثانية. يقول لك التناضح هو حركة الماء، انتبه لي رجاء. التناضح هو حركة الماء منين؟ من المناطق، سجلوها، من المناطق التي يكون فيها تركيز المذاب قليل، بالعكس من المناطق التي يكون بها تركيز المذاب قليل إلى المناطق التي يكون فيها تركيز المذاب عالي. يقول لك الثانية راح أعيدها. الأوزموسس الأولى هاي واضحة جدا، حال الانتشار، الأولى حال الانتشار. أما الثانية يقول لك هو حركة الماء من المناطق التي يكون فيها تركيز المذاب قليل إلى المناطق التي يكون فيها تركيز المذاب عالي. واضح؟ هاي واضحة بس كتبوها بعدين أوضحك. ها جابوني جيد. شوف يقول لك in osmosis only water is able to passes through the membrane. يقول لك الأوزموسس هو خاص، قلنا بمن؟ خاص ومخصص المن للووتر فقط، ما له علاقة بأي شيء. زين يقول لك osmosis moves water through. زين هسه هاي الغشاء البلازمي أكيد لازم يحتاج فتناقل يعبر لك هذا المي. مو احنا قلنا المي شلون يقدر يعبر من خلال الدهون؟ فيقول لك الاكوابورين هو هذا الناقل. الاكوابورين واضح، هذا الناقل اللي يعبر لك المي بعملية التناضح. اي السؤال اللي بعده الأوزموسس. باو إيه ها أي دكتور، أنا ببداية قلت اللي هو ذا قلنا باو من هو حركة عايدة، حركة جزيئات ما من حركة جزيئات ما من التراكيز العالية إلى التراكيز الواطئة. مثلا شنو؟ هنا مي هواي، خارج الخليه مي هواي، وداخل الخليه مي قليل، فراح يعبر من الـ من الـ من الـ من خارج الخليه اللي هو مي هواي، راح يجي المي من خارج الخليه الى داخل الخليه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي حركه اخرى. شنو هاي الحركه الاخرى؟ تعتمد على شو اسمه تراكيز المذاب، تراكيز المواد
تراكيز الايونات، تراكيز المذاب. يعني شنو؟ يعني اذا انا هنا اقيس بالنسبه للمواد بالنسبه للمذاب شلون، يعني هاي منطقه بيها شنو، بيها خارج الخليه يكون مذاب عالي، بيها مواد، بيها مثلا ايونات هواي، نقول بيها مذاب عالي، وش اسمه، وداخل الخليه بيها مذاب قليل، بيها مذاب قليل. فالمي هنا منين راح ينتقل؟ يقول لك المي راح ينتقل بهاي الحاله باتجاه شنو، باتجاه المكان، باتجاه المنطقة اللي يكون فيها تركيز المذاب عالي. يعني منين ينتقل؟ يعني ينتقل من المنطقة اللي يكون فيها تركيز المذاب قليل إلى المنطقة اللي يكون فيها تركيز المذاب عالي. واضح؟ يعني واحدة ما علاقة بالثانية. ها جيد. شوفوا هنا عندك ذني هايبر تونيك سوليوشن وهايبو تونيك سوليوشن وايزو تونيك سوليوشن. تتذكرون هاي العامل اللي اخذناهن مال اذا خليت خليه بمحلول متعادل، يعني بي يعني المواد المذابه خارج الخليه هي نفسها الموجوده داخل الخليه. ها هاي هنا شيء يقول لك، هاي النقطه الثالثه ايزو تونيك سوليوشن، الخليه شي يصير بيها؟ يقول لك تبقى على حالها، لا تنتفخ ولا تنكمش. هاي الربط مال العام، زين مو العام، احنا صرنا وقت العام. الهايبو الهايبر تونيك سوليوشن، اذا تجيب خليه وخليتها بمحلول بتراكيز مذاب عاليه، بتراكيز مذاب عاليه، يعني داخل الخليه في التراكيز قليله وخارج الخليه في التراكيز مذاب عاليه كلش، فهنا المي منين راح يطلع؟ ليش تقول منين يطلع؟ والخليه شو يصير بيها؟ يلا لكم تنتجون، صير شرينكينج وصير عندي هايبوتونيك. جاي يصير شنو؟ الخليه راح تنكمش، الخليه راح تنكمش. ليش؟ لان الماي قلنا هذا الماي الموجود بها راح يطلع باتجاه شنو؟ باتجاه المنطقه اللي يكون فيها تراكيز مذاب عاليه، واحنا قلنا هاي الخليه راح نخليها بمنطقه بمحلول بتراكيز مذاب عاليه، فالماي راح يطلع من عندها وين يروح؟ يروح للمحلول، يعني يروح للمنطقه اللي فيها تراكيز مذاب عاليه. خلينا ناخذ العكس، خليه خليتها بش اسمه بمحلول بتراكيز مذاب جدا قليله، هنا المي راح يجي للخليه، لو يطلع من الخليه شو تقولون؟ والخليه شو يصير بها؟ يجي للخليه والخليه تنتفخ. جيد، البقيه عندكم مشكله؟ سهله يعني، ما بيها ما لي نتاخر بيها. يعني بالتالي راح يصير عندي هايبوتونيك. اي هايبوتونيك هاي. جيد، السؤال اللي بعد. اكتف ترانس ها هسه هذا الموضوع، هسه شوي ركزوا وياي، خلينا ناخذ هذا السلايدين، ناخذ سلايدين ومباشره ننتقل وين؟ ننتقل للليكتشر الثانيه، لان هو هاي الليكتشرات كلها تحكي عن الاكتف ترانسبورت، النقل الفعال. بالبدايه قلنا معلومه واحده عن النقل الفعال، قلنا النقل الفعال هو النقل الذي يحتاج طاقه، يحتاج اي تي بي. زين، بعد نقطة ثانية، النقل شلون الانحدار منين يصير؟ انحدار يقول لك من المنطقة اللي يكون فيها التراكيز واطئة إلى المنطقة اللي يكون فيها التراكيز شنو؟ عالية. يعني بالعكس، عكسنا شنو؟ عكسنا العملية، وهاي عملية مكلفة تحتاج شنو؟ تحتاج طاقة. جيد، هاي يعني كنا نعرفها. يقول لك بيها نوعين، برايمري وسكندري. البرايمري لك the energy is كذلك. شوف النقل الفعال، مثل أنا إذا أريد أنقل جزيئات محبة للماء، مو أنقلها من تراكيز اللي يكون بها واطئ إلى منطقة اللي يكون بها تراكيز عالية، إيش أحتاج حتى تنقل؟ أحتاج إلى كارير بروتين، فت وسيلة نقل، فت حامل ينقلها، لأن قلت لك هي مذوب الجهاز، مذوب الغشاء البلازمي، فتحتاج إلى وسيلة نقل. واو، يقول لك قلنا تحتاج طاقة البرايمري، الطاقة مالتها منين تجيك؟ تجي قبل مباشرة من الـ ATP اللي هو الأدينوسين. مركبات أخرى تحتوي على الطاقة، هاي يسمونها هاي إنرجي فوسفيت، مثل الفوسفو انول بايروفيت، فوسفو انول بايروفيت، هذا قلنا بفوسفات، وما دام بفوسفات شحتوي يعني معناه
مركب يعني شنو ذات طاقة يعني يعطيك طاقة. جيد اخذناها العام المركبات اللي تعطيك طاقة يعني مو الا الاي تي بي غير الاي تي بي اللي يبين فوسفات فهنا يعطيك طاقة. هذا يقول لك البرايمري يجيب الطاقة مالته من دني المواد يجيبها من الاي تي بي ادينوسين ترايفوسفيت او يجيبها من مركب عالي الطاقة. زين واضح البرايمري؟ كتبوا لي بضع واضح. تعال اي هذا تعال نروح وين؟ نروح للسكندري سكندري شو اسمه اكو رسم لي قدام بالله فاطمه لا هذا برايمري بالله رسمي لي انت رسم رسمي لي انت رسم فاطمه رسمي لي انت رسم رسم بسيط رسم بسيط رسمين رسم غشاء بلازمي غشاء بلازمي بي 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 قناة قناة شوية كبيرة يعني تدخل من خلالها شنو تدخل من خلالها اثنين ايونات قناة كبيرة خلال غشاء بلازمي. زين فوق اكو صوديوم فوق اكو صوديوم خارج الخلية فوق اكو صوديوم جيد وداخل الخلية اكو كالسيوم داخل الخلية اكو كالسيوم داخل الخلية اكو كالسيوم خلي اوضح لكم فكرة هي هاي بس بهاي راح تنتهي فكرة السكندري يعني ما بيها شيء كالسيوم باو احنا خل نراجع معلوماتنا قلنا الصوديوم وين اكثر شيء يوجد وين اكثر شيء صوتي قطع مالتي صوتي قطع دكار هاي من فاتح مايك لا واضح الصوت جيد اكو واحد فاتح مايك شوفوا قلنا الصوديوم موجود في ابطال بالخارج اكثر والكالسيوم موجود خارج خليه اكثر صح لو خطا زين انا بهاي العمليه بهاي العمليه اريد اعبر الكالسيوم من داخل الخليه الى خارج الخليه بس خلي اذكركم الكالسيوم يكون خارج الخليه اكثر وداخل الخليه قليل زين اذا اريد اعبر الكالسيوم من داخل الخليه الى خارج الخليه الى خارج الخليه اي يعني اذا اريد اعبر الكالسيوم من مناطق ذات التركيز الواطئ الى مناطق ذات التركيز العالي ها شو اسميها يلا الاكتف ترانسبورت هذا مو قلنا يحتاج طاقه مو قلنا يحتاج طاقه حتى يعبر من منطقه ذات تركيز واطئ الى منطقه ذات تركيز عالي مو قلنا هيك زين صح جيد زين منين اوفر له طاقه بس ركزوا لي منين اوفر له هذه الطاقه البرايمري وفرنا له جبنا له اي تي بي من الميتوكوندريا او مركب بي طاقه اعطيناه هذا الايون حتى يعبر لكن هسه شلون يقول لك هنا اكو طريقه ثانيه يسمونها سكندري راح يدخل ايون اخر يدخل او يخرج ما العلاقه المهم راح يجي ايون اخر بس شرط يكون ينتقل من مناطق ذات تركيز عالي الى مناطق ذات تركيز واطئ يعني عمليه انتشار يعني راح يجي بصف هذا الكالسيوم اللي يريد نعبره بطريقه النقل الفعال راح يجي اكو ايون بصفه اللي هو يقصد علي ابطال يقصد علي يا اللي يقصد علي هنا ايون الصوديوم ايون الصوديوم اريده هذا راح يجي من مناطق ذات تركيز عالي الى مناطق ذات تركيز واطئ شوفوا هسه سوي لي سهم دخلي لي الصوديوم الى داخل الخليه زين اسالكم سؤال الصوديوم اذا اجاني من مناطق ذات تركيز عالي اذا الى مناطق ذات تركيز واطئ يحتاج طاقه لا ما يحتاج هو حقق شروط الديفيوجن جيد بالاضافه شوف قد يعني هاي الديفيوجن قد مهمه طريقه الانتشار هي ما تحتاج طاقه هاي اول نقطه النقطه الثانيه توفر لك طاقه شنو
لتسيير عملية النقل الفعال. ركز وياي، هذا أيون الصوديوم من دخل من خارج الخلية إلى داخل الخلية، من سوى عملية انتشار، اعطاني طاقة، اعطاني طاقة لمن الطاقة للكالسيوم، قال لي يلا يا كالسيوم اعبر لي من داخل الخلية إلى خارج الخلية. شوف منين حصلنا الطاقة، هذا الـ NA اعطاني طاقة بطريقة معينة، ما ذاك شلون تفصيل شلون الطاقة وما ادري شنو، بس هو من ينتقل دام عملية انتشار من يجي الصوديوم من خارج الخلية إلى داخل الخلية راح يعطيك طاقة يعبر لك فيها شنو، يعبر لك بيها مادة تنتقل من داخل يعني من تركيز واطي إلى تركيز عالي، يعني يعبر لك مادة تنتقل بطريقة النقل الفعال، لأن احنا النقل الفعال يحتاج طاقة. فهسه عرفتوا شلون انتقل هذا الكالسيوم بطريقة السكندري؟ خلص مات الكل يكتب هسه، يدي الكل يكتب لي نهايه يعني اساس الليكشر الثانيه، رجاء كتبوا واضح، خلي اشوفكم بلا زحمه يعني حتى ننتقل للليكشر الثاني. العفو شي ساد المايك، اشوف ساد المايك العفو. هسه هاي القناه جاي يشوفونها، هاي القناه يطلقون عليها مصطلح يسمونه انتي بورتر. ليش يسمونه انتي بورتر؟ تدرون ليش؟ لان جاي يدخل ايونات وطلع ايونات، يعني اتجاه معاكس. تشوفون الرسم فيسمونها انتي بورتر. فهمتوا هذا المصطلح انتي بورتر؟ جيد زين. السيمي بورتر اكو مصطلح ثاني يسمونه السيمي بورتر. السيمي بورتر لا، يعني هذه الصوديوم والكالسيوم مثلا او غير كالسيوم، الصوديوم ومادة اخرى يدخلن بنفس الوقت او يخرجن بنفس الوقت، شو يسمونه هاي سيمي بورتر. سيمي بورتر واضحة، واضحة الفرق بين الانتي بورتر والسيمي بورتر. استعدي لي بعد هسه هلاقي لي قدام، هسه هلاقي لي قدام، بس امشي في موعدكم مو المهم شو اسمه. هسه هاي ايش عندنا؟ يلا جاوبوني، هاي انتي بورتر ولا سيمي بورتر ولا هي برايمري؟ على السلايدات اللي بعدها هسه اكو سادي يوضحهم بالرسم. فاطمه بعد 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 ها جيد. اني شوف السيمي بورتر، جاي شوفوا السيمي بورت، الايونات الاثنين جاي يطلعن بنفس الوقت او يدخلن بنفس الوقت، شوف هسه بالرسم يطلعن بنفس الوقت، فهي يسمونها السيمي بورت. الانتي بورت، الانتي بورت لا، واحده داخله وواحده طالعه وواحده خارجه، هاي يسمونها انتي بورت. اما اليوني بورت لا، تطلع لك ايون واحد او تدخل لك ايون واحد، مو ايونين، تدخل لك لو تطلع واحد لو تدخل واحد. هاي واضحه هسه بينت من الرسم، اكتبوا لي بالشات حتى جيد. هسه وين؟ هسه انتقلوا لي للليكتشر الثاني. فهمتوا الليكتشر الاولى دكاترة؟ بس اكتبوا لي فهمتوا الليكتشر الاولى؟ اكو بيها تفاصيلها سبق كمثال، هاي كلها انتم اذا فهمتوا الليكتشر الثانية كلها الليكتشر الاولى راح تفهمونها هاي التفاصيل. الليكتشر الثانية نبدي بيها حتى اريدكم مركزين، نبدي من الوقت جيد. واضح يعني؟ واضح الحمد لله. هسه ايش اريد؟ اريد تخلون بالكم من جديد شوية، هاي الثانية اصعب من الاولى، اي تخلون بالكم يعني وياي زاد تركزون، وحتى اذا اكو شيء ما فهمتوا مو مشكلة اعيده لكم، وبالاخير هم اذا تبدون اسوي عادة، اذا تبدون اسوي عادة اخر شيء يريد يبقى ما فهم شيء ما اعيده لاخر شيء. المهم حاولوا تبقون حتى تفهمون هاي الليكتشر كلش مهمة، زاد بلغوا قول لهم ترى بدينا بالليكتشر الثانية، لان اغلبهم ينتظرونها، بلغوا شو اسمه جماعتكم، خاف واحد ما يدري الليكتشر الثانية كلش مهمة. يلا فاطمة ارضينا الليكتشر الثانية، انتقلي لي ساد اللي بعده. اللي بعد اللي بعد قبل روحي لل ان اي كي اي تي بيز، هاي المضخه ان اي كي اي تي بيز، بس هاي قبل طلع لي اياها.
يلا كتبوا لي كلش مهم هاي، كلش مهم هاي القناة، هاي المضخة، هاي الـ NA بام بيسمونها المضخة N A K A T B S بام. يقول لك found in all cell، توجد في كل الخلايا. شنو الأيونات اللي تدخل وتطلع من خلالها؟ مثلا او يقول لك ايونات الصوديوم والبوتاسيوم، ايونات الصوديوم والبوتاسيوم. زين تشارك بعمليه، تشارك only contribute اقل من 5 ملي فولت to resting membrane potential. مو اكو فرق جهد عبر الغشاء، مو اكو فرق جهد عبر الغشاء. قلنا يقول لك هاي المخه إيش قد تشارك بهذا فرق الجهد؟ إيش قد تطي؟ قلك تطي أقل من 5 ملي فولت، تطي أقل من 5 ملي فولتج هيك تشارك. هسا مو كلش مهمة. باو. هاي أهم نقطة. كتبوا لي مهمة. الفقرة الثالثة. يقول لك drives many secondary transport overseas. تقول لك هاي هي وسيلة مهمة هاي المضخة. طبعا هاي المضخة يسمونها primary active transport، مو secondary. هاي المضخة primary، تدرون ليش؟ لأن تأخذ ATP مثلا من الميتوكوندرية فيسمونها primary ATP base، لذلك مطيها مصطلح ATP base، تأخذ ATP من الميتوكوندرية. واضح؟ مو احنا قلنا primary وش اسمه وsecondary، هاي primary. زين يرادلها يرادلها ATP يجي من الميتوكوندرية حتى تشتغل هاي المضخة. بدون الـ ATP مال الميتوكوندرية تشتغل هاي المضخة لو لا؟ شو تقولون؟ شو تقولون؟ لا. زين زين طلوي المود، تتذكرون من خدنا بالأم أو دي، من خدنا إذا هاي المضخة ما اشتغلت بسبب انه ماكو اي تي بي، شنو العمليات اللي راح تصير؟ شلون الميكانيزم اوف ديزيز؟ ما راح اشرح، بس كتبوا تذكرون لو لا؟ عافيه، شفتوا شوي سووا ربط بين المواد ابطال. جيد، فهنا انتبهي لي شوي، ركزوا كلش مهمه. شلون درايف ماني سكندري اكتيف؟ شلون تساهمك بالسكندري اكتيف ترانسبورت؟ مو احنا قلنا برايمري وسكندري شلون؟ باو. هاي المضخة شنوتها؟ أول شيء خلنا نحفظ وظيفتها الطبيعية. تدرون شنو وظيفتها الطبيعية؟ إحنا مو قلنا الكالسيوم الصوديوم وين موجود؟ جاوبني جاوبني، تفاعل وياي، محاضرة كلش مهمة. الصوديوم وين موجود؟ أبطال أبطال، خارج الخلية. المفروض هو دائما خارج الخلية. زين، والبوتاسيوم وين موجود؟ داخل الخلية صح؟ التراكز أكثر شيء داخل الخلية. بس مرات احنا نسوي فت عمليه معينه، يعني اعطيني مثال عمليه، اريد الخليه تتقلص، اريد العضلات الموجوده بهذه الخليه تتقلص. يقول لك اول شغله كون اسويها كون ادخل صوديوم الى داخل الخليه حتى يصير هذا التقلص. يعني الصوديوم مو معناه ما يقدر يعبر ابد، لا، يدخل الى داخل الخليه حتى شنو؟ حتى يسوي الوظائف، حتى يسوي الوظائف. زين، إذا الصوديوم مرات يدخل داخل الخلية حتى شو ينجز لي؟ ينجز الوظائف. انتبه لي، إذا الصوديوم دخل إلى داخل الخلية وسوى الوظيفة، منو اللي راح يطرده بعد ما خلص وظيفته؟ منو اللي راح يطرده؟ جاوبني، هاي موضوع أقبالك. منو؟ جيد، شوف عايت لكم أنه هاي المضخة، هاي المضخة اول شيء بالبدايه الصوديوم قلنا خارج خليه والبوتاسيوم داخل الخليه. الصوديوم مرات حتى يسوي لك وظيفه يدخل لك الى داخل الخليه، وكذلك البوتاسيوم حتى ايضا يسوي لك وظيفه يخرج لك من الداخل يطلع للخارج. فصار اكو شنو؟ احنا اسالكم سؤال، تردون التراكيز مال الصوديوم اكثر شيء داخل الخليه لو خارج الخليه؟ انتم شتدونها؟ ها جاوبوني. زين، نريد البوتاسيوم. جيد، البوتاسيوم وين تردونه اكثر؟ بالخارج لو بالداخل؟ بالداخل. ها، اذا منو راح يرجع يعيد لك العمليه؟ يعني شنو يعيد لك العمليه؟ يعني يرجع لك الصوديوم للخارج ويرجع لك البوتاسيوم للداخل. منو راح يسويها؟ ان اي كي اي تي بيز، ان اي كي اي تي بيز. جيد، هي هسه هاي فكره كلش مهمه. انتقل الى الفكره الثانيه. الفكره الثانيه شو تقول؟ اذا هذه المضخه قلنا من احدى وظائفها تطلع لك صوديوم للخارج، جاوبني صح لو خطا؟ صح.
زين اربط وياي الصوديوم اذا راح لغير قناه اذا راح لغير قناه ودخل من مناطق ذات التركيز العالي الى مناطق ذات التركيز الواطئ مو راح يعطيني طاقه يمشي بيها فاكتيف سكندري اكتيف ترانسبورت ثاني فجزيئه ثانيه عشيلي. ربطت له لا تمام فهمت الفكره ولا فهمت مني اقول لك هاي تسير لي ماني سكندري اكتيف ترانسبورت فهاي جدا مهمه جدا مهمه اخوان جدا مهمة. حتى بالسمول جروب قال دكتور عبد الحسين اجانا قال اغلب الاسئله اذا اقول لك في التنظيم فتشي تبدي لي بهاي تقول لي اول قناه اول مضخه هاي تبدي لي بيها نبدي بيها لان كلش مهمه زين شنو وظائفه يسوي لك ايون هوموستيسيس توازن بالايونات الصوديوم للخارج ترجعه والبوتاسيوم تقول له تعال تفضل ادخل ها صح لو خطا هاي اول وظيفه لها زين تقول لك تدخل لك كالسيوم شلون يدخل لك كالسيوم او تخرج لك كالسيوم ما اعرف من امام حدد دخل لك كالسيوم وتخرج لك كالسيوم باو تدري شلون هنا تقول تخرج كالسيوم انتبه هنا تخرج كالسيوم تدرون شلون بالسكندري اكتيف ترانسبورت هاي هي مو راح تطلع صوديوم مو راح تطلع صوديوم جاوبني مو راح تطلع صوديوم هذا الصوديوم يروح في القناه ثانيه يرجع يدخل الى داخل الخليه بعمليه ويقول لي كالسيوم ما يقدر يعبر من داخل الخليه الى خارج الخليه ليش لانها اكتيف ترانسبورت ويحتاج طاقه فمين اللي يوفر له الطاقه يوفر له الطاقه هو دخول الصوديوم منين من التركيز العالي الى التركيز الواطئ يعطي للكالسيوم طاقه حتى يعبر من التركيز الواطئ الى التركيز العالي ان شاء الله فهم وضحت عندكم ها يجاوبني حتى نمشي بسرعه حتى ما تقولون بعدين جيد جاوبوا رجاء كثر لي واضح بهاي المحاضره اي صار انه صار شوفوا احنا قلنا الصوديوم ال 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 هاي المضخه تساهم لك بالسكندري اكتيف ترانسبورت يعني شلون تساهم لك بالسكندري اكتيف ترانسبورت يا خلي اسولفكم بغير طريقه اكو كالسيوم داخل الخليه اكو كالسيوم خارج الخليه بس جوني الكالسيوم وين موجود اكثر خارج الخليه او داخل الخليه داخل الخليه جيد لا اكثر وين موجود بالخارج كالسيوم جيد كالسيوم خارج الخليه تراكيزه اكثر بوتاسيوم لا الكالسيوم تراكيزه خارج الخليه يكون اكثر زين هذا الكالسيوم يريد يعبر من داخل الخليه الى خارج الخليه زين هو اذا يريد يعبر من داخل الخليه الى خارج الخليه يعني معناها منين يريد ينتقل يعني يريد ينتقل منين التركيز الواطئ الى التركيز العالي واضح هاي العمليه ايش يسمونها اكتيف ترانسبورت ايش تحتاج طاقه ها منين يجيب الطاقه ركز وياي منين يجيب الطاقه شوفوا تجي ال ان اي بامب هاي المضخه تحتاج الصوديوم تقول الكالسيوم تقول له لا تهتم هسه انا احل لك المشكله قال يا شلون تحل لي المشكله قلت له ما لك هاي المضخه شنو وظيفتها احد من وظائفها تطلع لك صوديوم للخارج صح لو خطا ها خلي واحد يفعل وياه بالمايك دخل وطلع لا هاي المضخه تطلع لك صوديوم للخارج وتدخل لك بوتاسيوم للداخل يعني تحافظ على يعني مو بالانتشار انها تصل طاقه انتبه بس انتبه لي ما له علاقه بالانتشار انسي كل شيء الان اي بامب هاي المضخه احنا مو قلنا الصوديوم وين موجود تراكيزه عاليه غير بالش اسمه خارج الخليه خارج زين والبوتاسيوم وين موجود اكثر شيء غير داخل الخليه داخل الخليه يقول لك مرات الجسم الخليه تسوي لك وظيفه فتنقلب العمليه يعني شو تنقلب العمليه يعني الصوديوم يدخل حتى يسوي الوظيفه والبوتاسيوم يخرج حتى يسوي الوظيفه صح لو خطا هاي تصير راح تنقلب التراكيز لولا يعني الصوديوم بالداخل اكثر والبوتاسيوم يصير بالخارج اكثر انقلبت لولا زين من يرجعنا للوضع الطبيعي
من اللي يرجع لك الصوديوم تراكيزه فوق عاليه والبوتاسيوم تراكيزه جوا عاليه؟ هاي المضخه. ها أه؟